اختتمت في عمان الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات وبما يحقق مصالح الطرفين. وقد أسفرت الاجتماعات عن اتفاقيات عدة في مجالات الزراعة والمياه والنقل والطاقة والصناعة والتجارة. نتابع. رؤى مشتركة وتفاهمات هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، ذلك ما تمخضت عنه الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة. في مجال الزراعة اتفق الطرفان على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كافة المجالات البحثية والصحية النباتية والحيوانية، كما اتفقا على تبادل قوائم السلع الزراعية والرزنامة الزراعية تمهيدا لتنظيم التبادل في هذا المجال. وفي مجال المياه جرى التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 87، بالإضافة إلى التعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك. على صعيد النقل، بحث الجانبان أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها وبحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن، بالإضافة إلى نقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات. في مجال التجارة والصناعة اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لدراستها تمهيدا لتعزيز التبادل التجاري، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية. الطرفان بحثا قضية التعاون في مجال الطاقة، خصوصا سبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري. رئيس الوزراء بشر الخصاوني أكد خلال استقباله الوفد الوزاري السوري الذي يضم وزراء الاقتصاد والتجارة والموارد المائية والزراعة والكهرباء، أكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وللشعبين. الخصاوني أشار إلى ضرورة ترجمة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة على صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين. معنا نقيب سابق لتجار المواد الزراعية صالح الياسين، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ صالح، إذا قلنا بأن هذه الأمور ستعود إلى مجاريها، سوف تعود الحياة بين المنتجات الأردنية والمنتجات السورية إلى حركتها سابقا، ما أثر هذا الأمر على الاستيراد والتصدير وعلى التصدير تحديدا؟ يسعد مساك ومساء الأخوة المشاهدين. طبعا بتعرف احنا سعداء بعودة سوريا لحضنها العربي بغض النظر عن اي اشياء اخرى، لأن سوريا بتظل هي بلد عربي وعمق عربي، واحنا طبعا بالتأكيد وراء هذا الجهد كان جلالة الملك يدعو دائما الى عودة سوريا الى حضنها العربي، والحمد لله سوريا تعود من خلال البوابة الأردنية. على بالنسبه للقطاع الزراعي، انت بتعرف انه سوريا احنا كان حجم الصادرات الزراعيه في العام 2011 12 13 لغايه 14 يعني تتراوح بين 750 الى 850 الف طن. 75% من هذه الصادرات كانت بتروح لثلاث دول: سوريا، العراق، الكويت. سوريا كانت تاخذ بحدود تقريبا ما يقارب 250 الف طن من الخضار والفواكه خلال المواسم اللي تبدا من شهر 11 لغاية شهر 4، لأنه هذه الفترة في سوريا بيكون الإنتاج فيها ضعيف، وبالتالي إحنا صادراتنا انخفضت. يعني إذا بتقارن مثلا بال 2014 خلينا نعتبرها سنة الأساس، 2014 كانت صادراتنا للخضار والفواكه 540 مليون، في العام 2020 نزلت 288 مليون. طبعا إذا بتحلل الرقم تجد انه العراق كان مغلق، سوريا كانت مغلقه، وتقريبا الخليج كان الكميات اللي بيسحبها من الاردن كانت هي كميات ضعيفه. ولذلك احنا يعني سوريا هي عمقنا وهي يعني السوق الرئيسي. ثانيا سوريا من خلال سوريا كان نصدر حوالي 60 الف طن الى الدول الاوروبيه، دول اوروبا الشرقيه بما فيها يعني روسيا وهنغاريا وبلغاريا، هاي الدول كانت تاخذ منا وزراعات تعاقديه.
يعني وصل 25,000 بيت كان عندنا زراعة تعاقدية مع هاي الدول من خلال تصدير البرادات عن طريق سوريا. وهذا عودة فتح هذا المعبر إنجاز التعبير، هل سوف يعزز من تنافسية المنتجات الأردنية في أوروبا، في لبنان، في تركيا وإلى دول العالم بشكل عام؟ يعني خلينا نحكي نقطتين نكون واقعيين ونكون يعني أكثر دقة في التحليل. نعم، أنه هناك متغيرات كثيرة طرأت على القطاع الزراعي في الأردن خلال هاي الفترة، منها ارتفاع كلف الإنتاج في الأردن، وارتفاع كلف الإنتاج طبعا راح يقلل من المنافسة في الأسواق الخارجية. النقطة الثانية أنه خلال فترة غيابنا عن الأسواق المستهدفة اللي كنا احنا لنا حصة كبيرة فيها، دخل غيرنا، دول كثيرة هناك احتلت دخل غيرنا بالضبط، وبالتالي هذا أثر على الصادرات وعلى شكل الأسواق الخارجية بما فيها السوق السوري. لكن احنا سوريا زي ما احنا بنسعى الى التصدير لسوريا، كمان سوريا بتسعى الى التصدير وايجاد اسواق لها في السوق الاردني والسوق الخليجي. وبالتالي هذه المعادله يعني المفروض انها تتم بطريقه صحيحه 100% من خلال التنسيق بين اللجان على اللي هو تنسيق التكامل للزراعات. يعني بحيث يكون في الاردن الزراعات ما يكونش في سوريا، يكون في سوريا في الصيف بكلف اقل من المياه. فهذه يعني اعتقد انه اللجان الفنيه الزراعيه بين البلدين بتستطيع انها تحط محددات في، لان هذا الكلام لو لم يتم بصوره صحيحه سوف يضر بالمنتج المحلي وبتنافسيه التجار اللي بصدروا للخارج. 100% كلامك دقيق 100%، وهذا بالتالي يعني اذا كنا احنا نتوقع شيء يمكن التوقعات بتكون عكسه. ومشان هيك هو التفاؤل حذر، وانا يعني سبق اني من خلال قناه المملكه عندكم اني حكيت عن انه حتى لو فتحت سوريا فالتحدي راح يكون كبير في المنافسه. يعني البضاعه السوريه برضه يعني بضاعه جيده وكلف اقل، وبالتالي يعني راح يكون التحدي كبير جدا، تحدي من حيث انه اذا زي ما انت بدك تستورد من سوريا او بدك تصدر لسوريا، كمان سوريا راح تحط في برنامجها انك انت لازم تستورد منها. في هاي الحاله المعادله اعتقد بحاجه الى اعاده دراسه من حيث كلف الانتاج والكلف العماله بالذات اللي اصبحت عندنا تشكل حوالي 50% من كلف الانتاج الحاليه، واللي هي ترتبت عليها اشياء كثيره، من ارتفاع تصاريح العماله من 120 دينار الى 520 دينار، تصريح او الفحص الطبي للعامل المصري عامل وافد من 30 دينار ل 80 دينار، بالتالي انت بتحكي على يعني 600 دينار لكل ثلث بيوت تقريبا. يعني هاي كلها اجت كلف اضافيه. لو بنحاول نقرا الكلام الذي قلته، الضمان الاجتماعي. نعم، لو بنحاول نفهم الكلام الذي قلته استاذ صالح، بمعنى اكثر قطاع سوف يستفيد من هذا الامر هو الذي سوف يصدر عبر سوريا وليس الذي سوف يصدر الى سوريا. 100% وهذا كلام صحيح 100%. وبالتالي احنا لازم نعول على الاسواق اللي هي ذات القيمه العاليه اللي هي الاسواق الاوروبيه. وطبعا احنا نتامل انه الوضع يستقر في سوريا بشكل كامل، لانه لسه في المناطق الشماليه اللي تعبر منها البرادات اعتقد لسه لغايه الان الامور مش كما يجب حتى امنه بشكل دقيق. نعم، حتى البرادات. نعم، شكرا جزيلا لك النقيب السابق لتجار المواد الزراعيه الاستاذ صالح الياسين، يعطيك الف عافيه. معنا وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أهلا وسهلا بك معنا معالي الوزيرة. عدد كبير من القطاعات تم الحديث فيها مع الجانب السوري، الزراعة، المياه، النقل، الطاقة والصناعة والتجارة. بعد يومين من هذه الحوارات والنقاشات والجلسات، ماذا تمخض عن هذه الاجتماعات بين الجانبين الأردني والسوري؟ مساء الخير، يعطيكم العافية. الاجتماعات على مدار يومين شملت مجموعة من الملفات واللي ذكرتها حضرتك، واللي هي مرتبطة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء في جانب التبادل التجاري، في جانب النقل وحركة الشاحنات، في جانب الزراعة، في جانب الطاقة والمياه.
هذه الملفات كلها تصب في نواحي تساعد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وهناك اهتمام مشترك لتنشيط العلاقات الاقتصادية. في الجانب التجاري حاليا هناك تبادل تجاري بين الأردن وسوريا، ولكنه في الحدود الدنيا، ويعني من الأمور اللي تمخضت عنها هذه الاجتماعات أنه يتم دراسة قوائم السلع المتبادلة بين البلدين وتحديد الأولويات لكل طرف ودراستها، والهدف في الآخر هو تعزيز التعاون والتبادل التجاري بما يحقق طبعا المصالح لكل طرف ويأخذ بعين الاعتبار الأولويات لدى كل طرف. ومرتبط بهذا الأمر موضوع المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، هذه المنطقة لها دور يعني في عملية حركة التبادل التجاري وعملية النقل أيضا للبضائع. هناك بعض الإجراءات المطلوب استكمالها حتى نقدر نفعل ونعيد فتح هذه المنطقة. من الجانب الأردني تقريبا تم استكمال مجموعة من الإجراءات وبانتظار استكمال الباقي من الجانب. هل هناك موعد متوقع؟ إعادة فتحها بتساعد في تنشيط الحركة التجارية. هل هناك أي موعد متوقع؟ عفوا، يعني يحتاج إلى استكمال مجموعة من الإجراءات، الهدف في الآخر أنه نصل إلى مرحلة إعادة فتحها إن شاء الله. بشكل عام، هل يمكن أن نقول بأن ما جرى الاتفاق عليه هو تفاهمات أم اتفاقيات؟ والسؤال المهم بصراحة، هل تم إعادة تفعيل أي اتفاقيات سابقة مع الجانب السوري؟ هي عبارة عن تفاهمات تم التوصل إليها لغرض تأطير عملية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. طبعا هذه التفاهمات بحاجة لمتابعة من الناحية الفنية من خلال الفرق الفنية لدى البلدين حتى نقدر نترجم هذه التفاهمات إلى إجراءات على أرض الواقع إن شاء الله. لم يجري التوافق على إعادة تفعيل اتفاقية المياه والسدود الموقعة عام 87. فيما يخص اتفاقية المياه، كما ذكرت حضرتك في بداية التقرير وضمن البيان الصحفي اللي تم إعلانه، تفعيل الاتفاقية ومن خلال اللجان الفنية المشتركة. نعم، يعني تم الاتفاق على إعادة تفعيلها أم لا؟ لأنه الخبر مش واضح بصراحة معالي الوزيرة. زي ما ذكرت لك، يعني احنا مختلف الملفات اللي تناقشنا فيها سواء في الكهرباء، في الزراعة، في المياه، في الجانب التجاري، في جانب النقل، التفاهمات اللي توصلنا لها طبعا تعزيز العلاقات من خلال هذه الملفات المتعددة، وسيتم متابعة تنفيذ التصورات اللي تم وضعها خلال الفترات القادمة من خلال لقاءات ومن خلال عمل الفرق الفنية لدى الجانبين. هل سوف يكون هناك زيارات قريبة من الجانب الأردني للجانب السوري؟ هذا الأمر يعني مبكر الحديث عنه، احنا اليوم أنهينا اجتماعاتنا، سيكون في متابعة كما ذكرت بين الوزارات المختلفة ومن خلال الفرق الفنية فيما يخص التصورات اللي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات. نعم، أنت قريبة جدا من المجتمع الأردني، دائما عندما نتحدث عن لجان يكون هناك شيء من التخوف، متى سوف يكون هناك قرارات؟ متى سوف تصدر أي إجراءات جديدة؟ هل تم وضع أي جداول زمنية في أي قطاع من القطاعات التي تحدثنا عنها معاليك؟ يعني أكيد إحنا في إطار زمني يعني تقريبي مفروض أنه يكون في متابعة لكافة هاي الملفات. هلأ ما بالعكس، لما يكون في لجان فنية هو مش بخوف، بالعكس هي اللجان الفنية ضرورية، لأنه إحنا يعني نتفق على التصورات، نتفق على الأطر العامة، لكن في كثير من التفاصيل اللي تحتاج إلى متابعة ووضع يعني آليات التنفيذ من خلال الفرق الفنية
لدى الطرفين إن شاء الله. نعم، سؤال أخير معالي الوزيرة، بعد هذه التفاهمات وإن شاء الله عودة جميع القطاعات إلى التعاون المشترك بين الجانبين الأردني والسوري، كم تتوقعون أن يؤثر هذا على حجم التعامل التجاري بين الأردن وسوريا، وكم سوف يخدم الميزان التجاري الأردني في ما بين الاستيراد والتصدير؟ يعني احنا بنحكي هلا حاليا حجم التبادل التجاري لدى يعني من الطرفين بحدود ال 100 مليون دولار. احنا بننظر لهذه الملفات بشكل متكامل، ويعني العلاقات الاقتصاديه هي عاده تشمل عده نواحي وليس فقط الجانب التجاري. يعني طموحنا انه يكون في تعزيز لهذا الجانب، يكون في رفع في مستوى التعاون في مختلف الملفات. نعم، شكرا جزيلا لك وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي.